ها باش من صيفه وانا اليوم هذا انا جاي انا في راني كل شيء ولا صحافي كل شيء ولا مراسل كل شيء ولا هاري صبعك هاتفاني ها طلع الفوق هانا عاد خرجت هانا عاد خرجت من الولاية ما عنديش حق نصور باب الولاية انا عاد خرجت كيحفر شي حفرة انا كنقولها لكم هذوك صحاب المصداقيه اللي هربت لكم ملي تبغيو تحفروا شي حفره ما تحفروهاش واسعه لان مصيركم غطيحوا فيها غطيحوا فيها دابا هذا هو المشكل ان كيداكم في نحوركم تعيو تطيروا تعيو تحفروا لا الاخ يوسف ولا ليا ما غتنفعوا معكم حتى شي حاجه لان تبارك الله ما شاء الله عندنا قضاء نزيه اللي غينسفنا منكم وغنشوفوا هاد الناس اللي كتمولكم باي صفه وانا كنت طلعت مع امي انا جايه من العياط ديال المخزن امي مريضه ما بقيتش جدها الناس كيقولوا لي راه شاكر بيك ولكن واقع الناس غيدوك في الحبس وما قداش في المخزن الناس مداعيني صبت لها عينيا كنبكي وقلت لها طاطا صبت لها كتبكي كنبكي باش تقول لي طاطا مالك يا خزي باش كتبكي الخواح بدا الدنيا ما شفتش ما طاطا بدا عربه كبير دابا الناس كيبغيو الخوت يبقوا معاهم انا خوتي صبري دابا طلعت ضليت عليها تيجوني ميساجات تيقولوا لي راكي هاد السمانه غتعتقلي كيجوني ميساجات تيقولوا لي هاد السمانه عندك الاعتقال امي ما طلتش عليها راه مريضه البارح صفت لي بابا كنبكي قلت لها عطيني النمره د فلان صفتت لي النمره صفتتها لي في الواتساب ولاني ملي صفت راسي كنبكي ما قالتليش اختي ياك لاباس علاش كتبكي صراحه اخوتي كنتصدم كنتصدم من كميه هاد الحسد اللي حاسدين هاد نعيمه البدوي والله ما كيتفهم ليا والمشكله انها من 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 لحمها ودمها قبل البراني من لحمها ودمها قبل البراني علاش هاد الحسد هذا كله الله اعلم علاش السيده دايره قناه بحال كاع الملايين ديال البشر اللي دايرين قنوات على اليوتيوب وعائلات دايرين قنوات على اليوتيوب كيديروا اللي ما يدار وما فهمتش انا علاش هاد الانسانه بالضبط علاش بنادم علاش من الحمار طلع باقا ما طلعش للطياره مسكين كون طلعت للطياره بعدا نقولوا راه من الحمار للطياره حسدوه علاش من الحمار للطياره وباقا يلا من الحمار مسكينه هبطت في يلا طالعه في الجبل يلا ناوي يطلع للطياره ما بغاوهاش تطلع لديك الطياره علاش اخوتي هذا الحسد هذا كامل وهذا الشيء كامل اللي فيها وبنادم باقي يتابعها هاد اشباه الجمعيات هادو مع احترام الجمعيات اللي كيديروا الواجب ديالهم اللي تكونوا عليه اصلا الجمعيات اللي تأسسوا عليه اصلا الجمعيات ماشي هاد التفاهه وماشي هاد حضيان بنادم وماشي هاد ما عندك ما يدار ما عندك ما يدار مقابل الشكايات واش هادشي علاش مؤسسين الجمعيات عندهم الدور ديالهم جمعيات كبير الكبير عندهم دور كبير ماشي انك تبقى حاضيه البدويه وانت عندك قناه في اليوتيوب وخدامه بالمواضيع ديال اليوتيوب كل نهار دايره شكايه بواحد ما فهمتش انا والله ما فهمت ولكن لا باز اخوتي المحرض راكم عارفينه المحرض راكم عارفينه حنا عرفنا هاد خيتي هادي راه ما كات ها الريال ما تتخرجوش الا لا كان شي واحد خلص انا معاك واش فهمتوا خلص نقضي هي محطوطه تماك هي كتسخر كيف ما قالت شكون هاد الممولين اللي كيمولوا هاد الشيء هذا شكون هاد الممولين اللي كيمولوا شكون اللي مولك باش خلاك تمشي ديري الشكايه بالسيده اش دارت لك هاد السيده اش دايره في ملك الله ولادها كاملين في الحبس ولادها كاملين في الحبس اشنو باقي باغيين عباد الله شنو وجنايات علم الله بشحال غيتحكموا ما فهمتش اش باقي باغيين عند السيده خليوها اللي فيها كفيه لا حول ولا قوه الا بالله على بنادم فين وصلت بيه الخبز والحقد
والحقد والخطير ان بنادم كيطلع في القناه ديالو ونعيم الله يسهل عليها ولا بيني وبينها هذيك السيده الخير والاحسان. سريويلي سريويلي الممثل المنافق كيطلع على اساس انه ما عندوش معها لا عداوه ولا والو، ولكن هو في نفس الوقت راه كيحفر ليها. يا خوتي يا خوتي على شر، يا خوتي على شر كبيتي. والله يا خوتي لا الحسد والبغض وتتصبر جات مصوره اختي مالكي لحالتك، يا كضلي تطلبي وترغبي في القناه ديالك، يا كضلي اختي تسعاي، علاش تحسني تحسدي بنادم على السعايه؟ حق الولاد كتسعى بالولاد وتصرفي عليهم اخوتي، داك اختي هذاك هذاك تبارك الله داك الطاشمه ديال الوليدات غتصرفي عليهم انتيا؟ ها قولي لي اختي سوبر شاطه ومصوره حرقك في قلبك. والله يا اخوتي لبنادم خطير، لبنادم خطير، قلت ما يدار يا هادي، قلت ما يدار، قلت الشغل، حيت كون كانت هاد الجمعيه هادي دايره الخدمه ديالها اللي تكونات عليها بصح، انت تمشي عند الناس اللي كيحتاجوا بصح، ما غادي يتفرج فيها حتى شي واحد، وما غايشوف ليها القناه ديالها حتى شي واحد مع الاسف، حيت حنايا فينا لافوت، فلهذا يتجهت لذاك الجانب اللي فيه الارباح وفيه المشاهدات، يعني ملي غتشي عند البدويه غادي يتفرجوا فيها الناس اكثر. هذا الشيء اللي كاين، حتى دابا مشات دارت تصورات مع الحالات ومع سميتو الناس اللي مساكن محتاجين، داكشي ما غيتفرج فيها حتى شي واحد، حتى شي واحد ما غادي يديها فيها، باش نكونوا صريحين مع بعضياتنا. ولكن العمل الجمعوي راه ما مديورش على حساب اليوتيوب، راه كيدار اعمال تطوعيه كديريها في سبيل الله، في سبيل ديك العمل اللي انت تطوعتي ليه، مادام مشيتي لك العمل الجمعوي فالا خصك تكوني قدها وقدود، قدها وقدود، ماشي تتابعي الناس بشكايات بحال ما هكاو، والسيده اللي فيها يكفيها، السيده اللي فيها يكفيها، حرام عليكم والله الدموع اللي كتنزل لهاد السيده، ولا وقعت لها شي حاجه مسكينه في صحتها، راه والله ما عندكم فين تنعسوا، ما عندكم، ما كدور حتى شي واحد في قناتها، في قناتها وكتكون واصله ليها العظم وكتغني اخوتي، راه ما كتشوفوها تضحك وتغني وداكشي، ما تقولوا زعما راه بنتها وما حالياش ليها وبنتها راه تتشفى فيها، والله اخوتي راه اللي فيها هي هكاك، راه من البدايات مع مربوحه راكم شفتوها راكبه مسكينه على الحمار وتضحك مولاها ربي على باش حبوها الناس بداك الضحك، هي هكاك راه تشوفوا باش كتعرفوا بنادم راه تتكون واصله ليه العظم وكيضحك، دايره بحال التقلبات الجويه كتكون كتضحك حتى كتولي تبكي، تبكي عاوتاني شويه تضحك، وبنادم ما يعذركش، راه قناه هذيك خصها تخدم عليها وخصها دير لايفات وخصها تخلق السعاده باش بنادم ما يملهاش، واش ديما تتبكي مشكله، ضحكات وبنتك ولد بنتك زعما على اساس هي راه ما على بالهاش، رحموا الناس هالعار لا ما رحموا الناس، ورحموا الناس وبركه من الحسد والبغض، اللي عنده شي قناه يخدم عليها، اللي عنده شي محتوى يبينه، اللي عنده شي انتقاد يخليه في المستوى، ما يكونش بحال ما هكا الدرجه ديال الحسد والبغض اللي وصلت، وحسدوها دمها، راكم عاقلين على الاوديو اللي خرجت سميره هذاك، هذاك هذاك الشيء هذاك يلخص لكم هذاك الاوديو، يلخص لكم كاع الحسد اللي كتعرض ليه دابا، يعني من الاول محسوده ما تطلعش ما تنجحش ما دير حتى شي حاجه، ما تزاد عليها، ما تزاد عليها حتى شي حاجه، دابا هما كيقلبوا على باش هذيك الدار اللي ساكنه فيها تبيعها وترجع للعروبيه، باش هذيك الدار اللي عندها دابا لا ما تبقاش هي في ديك الدار، ما تستاهلهاش، خصها تبقى في الغيس والحماره، دابا باغي يغرقوها باش بالعان هي، راه المحاكم راكم عارفين اخوتي، راه الفلوس اللي كتجبد في المحاكم والمصاريف والمحامين وداكشي راه صعيب الحال، دابا كل واحد فيهم في ولادها خاصهم محاميين، وزيد دابا حتى هي يعني باغيين يبيعوا هذيك الدار اللي كسبات، ديك الدار اللي كسبات باش ترجع الى خبر في راسكم، ايوا راه ربي كيف ما قالت اللي حفر شي حفره يتكيس، راح اللي حفر شي حفره كيطيح فيها هو الاول، لا لا